مساء الخير ومساء الخير، الله يمسيكم بالخير. بالأمس جانا مرسال يدعينا وجينا بالحال، واسمع وش قال المرسال. طبعا رح نعرف شو قال المرسال بحلقة اليوم عن الأعراض الشامية وبنبدأ. مين منا ما سمع عن الأعراض الشامية أو شافها بالدراما؟ اليوم هيك حيكون حديثنا أو حكايتنا. رح يكون معنا صلاح الدين الكردي وعلاء معراوي من فرقة الفرسان للأعراض الشامية. أهلا وسهلا فيكم، مساء الخير. أهلا فيك. كيفك يا علاء؟ أشكر الله تمام. شو أخبارك؟ استقيل لك صلاح. الحمد لله رب العالمين. طمني عنك. والله تمام. كيفكم مع الأعراض؟ تمام الحمد لله، كل سنة وأنت سالم. رمضان كريم ينعاد عليك. رمضان كمان كريم عليكم. بالخير. أهلا وسهلا. إن شاء الله هيك السنة الجاية بنعمل أعراض بالشام. آمين يا الله. هاي نجينا هاي نجينا وهاي نجينا هاي نجينا وهاي نجينا هاي نجينا. أهلا وسهلا. إيه مساء الخير. مساء الخيرات. شو هاللبس الحلو؟ خلي لي إياك أنت الحلو. إيه حبيبي. حلقة بتجنن. لازم جبتوا لباس لفستو. هو المحل الحلقة فستو. والله بوجودكم حبيبي. وجودكم حليت. علاء بدي بلش من عندك. العراضة اليوم من التراث الشامي العريق وانتشرت اليوم بكتير دول عربية، يعني حتى صرنا نشوف هالمظاهر بدول غربية أوروبية، كله صار ينقل العراضة ويعمل فرق شامية للعراضة، وحتى يعني إذا ما ارتبط لازم يكون الاسم مرتبط بالشام. شو السبب؟ العراضة أصلها دمشقية. الشام بلاد الشام زمان، أنت بتعرف بلاد الشام مجموعة دول عربية. العراضة دمشقية أصلها، منبعها من الشام. حلو. من دمشق 1890 أعتقد أول ما ظهرت. كانت مجموعة شباب أصدقاء مع بعضهم عملوا عرس لصاحبهم، صديق لهم. أيوة عملوا عرس لصديق لهم وأخذوها منهم أهل الحارة وأهل الحي. صارت بالأخير زي هواية وزي باب رزق لهم للشباب. صلاح العراضة إلى هيك صفاتها الخاصة، اللبس مثل هذا ما أنا شايفين لبسناكم اليوم عرضة شامية. حلو. وإلى صفات، إلى أساليب، إلى زي خاص، يعني حكينا بهالإطار، لكن كمان حتى الكلام وتركيبه، مين مسؤول عن تركيب الكلام بالفرقة؟ بيكون هو الوصيف اللي هو الوصيف اسمه. بيكون بالعرس أو بهي المناسبة بيكون عم بيحكي وهم بيرددوا وراه، عرفت كيف؟ في تعليق كمان على زميلي علاء. هي مجموعة يعني كانت من أبضايات الحارات. أبضايات حصرة؟ يعني هلا أنتوا أبضايات؟ إيه. هريبة يعني أنا ما بنزور. سلام. كيف أنت؟ لا تعال وين. وين أنا ما؟ لا فستو حبيبي. خلاص فستو حبيبي. كانت هي مجموعة يعني مجموعة من أبضايات يحتفلوا بعريس كذا شغلة، بعدين تحولت العراضة لإشي زي منبع مادي، يعني صاروا يستفيدوا منه هيك. حلو. يعني هلا خلينا نفصل فرقة العراضة، من شو مين بيتألف؟ شو مين هن؟ يعني مثلا هلا حكينا على الوصيف، في واحد مثلا سيف وترس، وشو مين هن؟ هلا بتتألف من ثلاث في الوصيف، في الرديدة، في الإيقاعجية. إيقاعجية كلمة شامية. إيقاعجية. إيقاعجية. الوصيف طبعا زمان بالزمانات كان الوصيف يكون أكبر واحد عمر هو أهم واحد؟ يكون اكبر واحد عمر قدر. أيه من هيب هيب الوصيف له شوارب. أيه واكبر طبعاً. واحد عمرا يعني أيه فوق الخمسين يكون عمره. أيه. أيه. هذا هو الوصيف بيكون بالعاده بايام زمان. اما هلا يعني صاروا روح التجديد حلوه، صار أيه الشباب جديده يعني تطلع تغيير صارت مهنة يعني. أيه هذا الوصيف. أيه. أيه هو اللي بغني بنشد والشباب بترد وراه. اذا هي ثلاث اقسام. ايه والرديده القسم الثاني، الرديده الشباب هذول اللي بيردوا ورا المعلم الزقفه. هذول اللي بيعملوا حركات بيجلبوا انتباه العريس عليهم. ايه غض المناسب العرس، مناسبة عرس ولا افتتاح تخرج، يعني شغلات كثيرة بلفتوا انتباه العريس، بيعملوا حركات مثل دبكة ما دبكة رأسة. صلاح الإيقاعجية. الإيقاعجية هو إيقاعجية. هو بستغل كل شيء. أنت هلا أكيد أنتوا ما شاء الله عنكم كل شيء. إيه بس بدك تحكي لي عن الإيقاعجية، شو في كمان غير السيف والترس بيشيلوه؟ السيف في الرمح. الرمح. إيه. شو مهمته؟ شو بيعملوا فيه؟ بس عرض. عرض بس حركات. يعني بس بيكون معه زي ترس بس اكبر من هون. يعني الرمح والشعليل.
ايه مشاعل مشاعل فعليا المشاعل. ايه اجواء هاي صارت حلوه. ايه مشاعر رمضانيه أجواء. مشاعر رمضانيه. شو خرجوا فزتوا شيء ولا ما خرجوا شيء؟ ايه لا ما كل شرب. صعبه صعبه السيف والترس هذا صعب. ايه صعبه ها بدهم وقت ما بتعرف فيها بتاذي حالك. ايه لا ما بدي. طيب هلا خلونا نتابع تقرير طبعا عن احدى الفرق الشاميه اللي عملت عراضه طبعا بالاردن. هالتقرير كان لنشوف الاجواء اللي عم تكون او بتعملها العراضه الشاميه. بنشوف التقرير. الى العراضه. وردة براس البارودة وردة براس البارودة. العرادة الشامية تنقلنا إلى حارات دمشق القديمة عندما نسمع صدى صيحات شباب العرادة التي نطرب لسماعها. فكم عرسان زفت وكم طبول دقت ولوحات رائعة من مبارزات السيف. تعرفت على شباب هون سوريين والدنيا وشكلت الفرقة. شكلنا الفرقة وطبعاً كان في عندهم هن حاسين بملل هون فبدون يعبوا هالشاغر هذا فشكلنا أنه مثلاً منه أنه بيرفعوا عن نفسهم ومنه منعبر عن تراثنا ومن أرجى تراثنا للعالم فشكلنا هالفرقة وعلى أسنا أعضاء تقريباً لحنا ما يقارب 12 شخص كون 12 شخص اللي هو في منهم اللي بدأ على الطبل اللي بدأ على المزهر ودقيق الدربكة وفي عندي ابني الصغير بيشارك كمان الصغير هو اللي بيشارك بالعرادة وفي عندي ابني الثاني الميلوية فنحن 12 شخص. صلوا وعز الشام بالإسلام وعز الشام. وكم علت صلوات على الرسول من أناشيد العرادة الدمشقية في الأردن وكم أنيرت مشاعر في زفة العريس واستقبال الحجاج. نحن بالأساس كنا نشتغل فرقة عراضة بسوريا وكنا تقريبا شيء 14 شخص يعني مجتمعين سوا كنا نقوم بكذا عراضة يعني افتتاح محلات أعراس موالد نبوية يعني كنا نشارك بكافة الأفراح المناسبات السورية. العراضة الدمشقية من قبل أنه أبو أحمد أنا كنت بعرفه من قبل العراضة بقى طلب مني شباب قلت له نحن كنا فاتحين يعني مكتب وفرقة عراضة بالشام بالميدان. قال حلو يعني شو بتعرف بدي؟ قلت له بعرف بدي على الدربكة بعرف بدي على الطبل. قال بدنا نلم شباب. طبعا انا وياه ومن معارفه ومن معارفي جمعنا شباب وتعرفنا عليهم ودربناهم. طبعا باخي كان كمان دربهم ودخلنا وظبطت الفرقة العرضة بس طولنا كتير يعني بتدريبه كونه يعني العالم ما كانت بتعرف شيء عن العرضة. لم تمنع ظروف اللجوء والغربة العرادة الدمشقية من نقل التراث الشامي إلى الأردن. راني حمور لبرنامج حكاية رمضان إربد. ومكملين مع الأعراض الشامية واللي عند علاء. علاء فرقتكم كم واحد؟ الأساسيين 8 8 أها الأساسيين وفي لغاية 15 شخص يعني نقدر نطلع في ناس يعني إذا مو أكثر 23 بدكم عدد بيجيبوا ناس يعني شباب موجود عندنا موجود ناس عندكم موجود ناس حسب الحفلة حسب الجو يعني. في أكثر من مجموعة أكيد يعني أكيد ممكن عندنا يعني تتجاوز مثلا باليوم 5 مجموعات 4 مجموعات 3 مجموعات طبعا كلهم هدول يعني ماشيين على تدريب واحد يعني عرفت كيف؟ حلو طيب هلا بما إنه أنتوا بترددوا كمان وبتقولوا الكلام بتشيكوه وبتلعبوا كمان سيف وترس شو هلا هي بتكون سمعونا؟ سمعهم وصفة اللي بديت فيها أنت بداية يلا. الحلقة نبلش مساء الخير شو اسمع وش قال المرسال نقلك سؤال المرسال يلا ما بدك تعرف الجواب طبعا طبعا يلا مساء الخير ومساء الخير مساء الخير ومساء الخير ومساء الخير يا وجوه الخير ومساء الخير يا وجوه الخير وعلى الماسا نمسيكو وعلى الماسا نمسيكو وما عرفنا اساميكو وما عرفنا اساميكو ولو نعرف اساميكو ولو نعرف اساميكو فردا فردا حييكو وفردا فردا حييكو فردا فردا حييكو وفردا فردا حييكو وبالامس جاني مرسال بالامس جاني مرسال يدعيني على فرحكم ايه للفرح والله ولبيت وجينا ولبينا النيدة هذا إيه الواجب عليك حي الله تسلم إيه انا اسمي فستو كان قلتوه بالعراضة حبيب قلبي انت عريس وفادي فستو العريس ايه هلا فستو طبعا قال لي انه كمان هو عنده إيه مفاجأة بدي فاجئكم كمان بعراضة لحاله بس نوع تاني منيح يلا اسمعوا اسمعوا ويا ابني يا لاعبيني
تحت في الياسميني وان غلبتيني خديني وان غلبتك لاخذنك واصنع من جلدك رباب للشيوخة والشباب وللشيوخة الشايبين والشباب التايبين وعلى يد الشيخ رسلان يلي بغمغم بالغمام والغمام ضمته ضمته ما تركته ضمته منحوف عليه وعلينا وعليه وعلينا وعليه ومن زار قبره وعلى من حج ليه افضل الصلاه عليه حيوا يلا حيوا صلوا على مكحول العين والعادله الله يخليك يا مستو لازم تعملوه زعيم خلص الزعيم إيه انا الزعيم بدي شوارب بس ما بيعرف يلعب سيف بالضبطك ايه بحط بدل الشعارات شوارب لا هو ما بيلعب سيف لا ما بصير هو بس بيوصف توصيف ما هيك؟ الزعيم بده يكون يعرف يلعب سيف ما خلص طيب بلا بدنا نجي لحركات السيف والترس كيف تتعلموها فعلا هي شفناها انه مو قليله ابدا يعني مو سهله حركات بالفعل بدها حذر وبدها تدريب كثير ايه طبعا قديش واحد بيتدرب لحتى يقدر يعمل هالحركات اللي شفناها بالتقرير يعني اشهر ممكن ثلاث اشهر لست اشهر ما بننزل دغري هو يعني اي والله كورس مرتب معينه فيها إذا ما تعلمها ما رح يعرف يمسك لا سيف ولا ترس هلا من تراث هالفرق إنه اللي بيتبارزوا بيصالحوهم كمان ما هيك؟ هن نفسهم بتصالحوا بعد ما يخلصوا مبارزة ببارزوا بعض إيه لحظة حلوة هم فزيك التسامح كيف بعدين في شغلة لما يلعبوا السيف زمان كانوا شباب بين الرديد يقولوا إيه إيه مع لعبة السيف إنه بحموا بيناتهم يحمسوهم إيه هلا ناس علقوا عليها إنه شلون هيك ما بصير يعني أنتوا بتهووا بيناتهم تحمسوا بين صار في واحد هلا يقول يا باطل عرجال يا حف على الشوارب انه تبهدلوهم ليش هيك تتقاتلوا مع بعض انه شغله بتعاتبهم لا تتقاتلوا هي جزء من التراث او من قصه الفرقه مزبوط طبعا. مزبوط طيب شو في هيك كمان شغلات من اسرار هالمهنه خبايا يعني كواليس كثيره لها كواليس كثيره ما بعدين حسب كل حفل يمكن اكيد الفلكلور الشامي ارتجاليات يعني تطلع عندكم منافسين انتشرت بشكل يعني حول العالم كامل زي ما حكيت الجاليات العربية برضو الدول يعني بيجينا طيب. زي هيك هلا علاء وصلاح نحن هلا رح نحكي كمان عن انه بتعرف المولد له عراضة شيء العرس له عراضة شيء حتى اللي يمكن التوصيف بيختلف من حالة لحالة لكن بعد ما نشوف شو رأي المصريين بالسوريين إلى القاهرة لنعرف شو رأي الشعب المصري بالشعب السوري إلى القاهرة السوريين زي العسل بمصر ايه زي العسل طبعا نحن الهدف من هالاستطلاع لحتى نعرف مدى بالفعل ردود فعل المصريين اتجاه الاخوه السوريين مثل ما حكوا بالتقرير ونتوجه طبعا بتحيه للشعب المصري المحتضن طبعا أيوة أنا كمان. السوريين وطبعا نوجه شكر لجميع المحتضنين السوريين في كل انحاء العالم نرجع لعندك على قبل شوي انه بالعراضه الشاميه بتختلف من يمكن فرح لمثلا تتعدد الافراح مثلا اذا كان مولد بيختلف اذا كان افتتاح محل بيختلف يمكن حتى التوصيف واذا كان عرس بيختلف قديش الاختلاف كمان في مناسبات ثانيه مزبوط في مناسبات ثانيه هو مرات بيطلع الوصيف شغلات ارتجاليه من عنده مو كل شيء بيكون حافظه يعني بالحج راجعين من الحج كمان صحيح افتتاحات مناسبات رسميه موالد اعياد ميلاد حلو زمان كانت العراضه لكل شيء صرنا نشوف فعلا الاعراض دخلت بكل شيء افراح افتتاح المحلات صار وين في مناسبه يجيبوا عراضه عليها اكيد مزبوط حلوين لانه حلوين اكيد طيب مثلا الجاي من الحج شو بتوصفوا له شو بتقولوا له شو بتقولوا له في وصفات دينيه بتنوصف له للجاي من الحج بتبارك له بالحجه وبتبارك للي حواليه بتهني بالحجه طب هلا نحن صلوات على النبي طبعا نخليكم تقولوا شيء لكن بعد ما نرجع من الفاصل ان شاء الله فاصل ونواصل طبعا مكملين عن الاعراض الشاميه وهلا علاء وصلاح رح يسمعونا شيء بمناسبه معينه تفضل عيوني ابشر فستو يلا اي يلا اعطينا صلوا صلوا انا محمد مكحول العين زين وخضير والعادنا والله عليه وبسم الله سمينا بسم الله سمينا على النبي وصلينا
على النبي صلينا لك اول ما بدينا يلا فستو وعلى النبي صلينا وثاني ما بدينا وعلى النبي صلينا وحركنا ايدينا وحركنا ايدينا وجينا لمح الكل جينا وجينا لمح الكل جينا وجينا نقدم تهانينا وجينا نقدم تهانينا وبالعراضة الشامية وبالعراضة الشامية وبالعراضة الشامية وبالعراضة الشامية خلاص وظفوك الشباب ايه خلاص انا هاي عشانك فستو بدكم تعملوا له سيف ودرس لفستو مخصوص ايه على قدي هيك 3 سنتي قوم هي صلاح لحاله قوم وانا وياك يلا قوم اعطينا عرض ما بنزبط بس ما بدكم توقفوا كثير ليه هون ولا يلا بجرب بس على الخفيف مشان عرض بسيط عرض نحن بنيجي على الغزل اللي هيك ايوه حركات يعني مثلا ننزل على الارض زي هيك ايه على الارض منيح عشان تصوير وبعدين هلا لما يكون معي بيلعب واحد عرفت كيف طبعا بالاجواء هاي بكون الناس بتحمي 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 اللعبه ايه طبعا يا باطل عرجال يا باطل عرجال وقعت روح بدم ابن عمك يلا سلموا على بعض ما بصير ما تمرست معهم خلص سلموا خلاص هاي طيب. يعني مبادئ اساسيه باطل طيب هلا اللي مثلا حابب يشتغل هالشيء هلا انتم بتاخذينها مهنه ولا بالفعل يعني في ناس اخذينها غير شغلهم بيطلعوا عرضات في هيك شباب صح مزبوط نحن نفس الشيء غير شغلنا بنطلع شو شغلكم الاساسي انا بشركه انشاءات ومقاولات انا اذا هي الناس اخذينها موهبه غير كمهنه اساسيه يعني نحن هون اخذينها موهبه يعني حاجة. طيب هلا اللي حابب مثلا بيقول لك انا حابب اشتغل معكم بالعرض او انا اكون فريق احد من هالفريق اللي العراضة اللي انتم عم تنشدوا فيها كيف شو بتقولوا له يعني شو بده صوته يكون منيح ولا لا شو المواصفات من دربه على اشياء برضه صوته يكون منيح هلا بهمنا احنا يكون زقفته بالشغل صوته ردته يعني زي اشياء زي هيك يعني احنا بناخذ الطول كمان شوي عرفت كيف هلا برمضان زادت العراضات ما هيك بتزيد ولا بتخف لا هلا هي بتزيد على افتتاحات خيام رمضان طبعا اكيد لا اعراس طبعا اكيد لا بس قبل اول رمضان طلعنا بتزيد يعني افتتاحات الحمد لله تمام بس بعد رمضان بتبلش ايه هلا احنا عندنا حجوزات كثير يعني احنا يعني احنا صار لنا بالمهنه هاي 15 سنه ما شاء الله الحمد لله يعني بفضل من ربنا احنا هون يعني كل بتعامل معنا بيعرف شو هي على كل قد ما كثرت بضل يعني كمان الناس عم تكتر والافتتاحات عم تكتر فالشغل ماشي الله يديم الوسطى امين يا رب الحمد لله وهلا بدنا نروح بفقره المسابقات اليوم لريف ادلب وتحديدا معره النعمان لنشوف مين ربح معنا ومنروح طبعا مبروك للي ربحوا معنا من معرة النعمان وراجعين لنكمل عن العراضة الشامية والعند علاء علاء حتعمل فرقة بعد هيك سنة أو سنتين ولا لا؟ لا ليش؟ روح التواصل نحن مع زي الإخوة نحن أكثر من 12 واحد زي ما حكيت لك زي الإخوة مع بعض متفقين متفقين هي ما إنه يعمل واحد عراضة يطلع لحاله مو إنه شغلة يعني ما بتفكر تعملها هيك عمل خاص إلك؟ لا لا تعمل فرقة وتشتغل أصدقاء القدامى أحلى يا صلاح كل شيء العراضة معهم وين وين ما نروح يعني إحنا زي ما حكى على إخوة إن شاء الله كيف يعني عمرنا ما رح نتفرق عن بعض ولا رح نعمل عرس حلوة هالروح ولا رح نعمل فرقة وكذا كل واحد شو أكتر شيء بتحبوا أنتوا وهيك تشاركوا فيه بالعراضة مثلا العرس ولا مثلا أحيانا مثلا إذا كان جاي حجي مثلا تعملوا عراضة ولا الافتتاح شو اللي بتفضلوه أنتوا لا احنا العرس العرس يعني العرس اكثر فرحيه اكثر تنظيم اكثر اكثر شيء من العرس هي بس يعني هي حسب الطلب بتكون اللي هي الحج والعمره والاشياء الافتتاح يعني افتتاح المحلات هل العرس صار عم ياخذوا كثير عراضه ايه على العراضه الشاميه محتل المركز الاول بالاردن حلو حلو يعني اذا عرس بدون عراضه شاميه ما بيمشي اذا العراضه الشاميه محتل المركز الاول بالافراح بالاردن طبعا حلو اكيد هاي معلومه جديده هاي معلومه جديده وان شاء الله اكيد طيب علاء انا بدي اشكرك على وجودك معنا وايضا صلاح وان شاء الله هيك العراضه الشاي والاحتفال وين بيكون بالامويين ان شاء الله ان شاء الله الله كريم مشاهدينا فاصل صغير وبنرجع لنكمل حكايه رمضان خليكم معنا